وا صالح عنود عنود اودني القنفوده يلا دابا صلاح ودني كي القنفوده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواننا اخواتنا امهاتنا اباؤنا اطفالنا الصغار تهما ما نساوهمش. الوالده ولدي قربي شويه لهنا باش تبان في الكاميرا. الاطفال الصغار تهما قريت شي تعاليق والله الا تهما كيبغيوكم ساكن من القلب. الله يرضي عليهم، الله يفرش لهم الرضا ويغطيهم بالرضا بحالهم بحالكم. وواحد القضيه ما قلتها لكش غادي نقولوها للمشاهدين الكرام، ما قلتها لكش هذه الليله هذه. نط مع الربعه ديال الصباح صليت الفجر ومشيت باش نجيب شي خدامه، ولقيت الوالده صلات الفجر وكتدعي مع المشاهدين ديالها الكرام وكتقول يا ربي اللي ما عندهاش الوليدات يا ربي لما تجيبهم لها. امين اولدي، راني تندعي معهم من قلبي. واللي عندها الوليدات يا ربي لما تصلحهم لها. واللي في الغربه يا ربي لما تفاجئها عليه. واللي مريض يا ربي لما تشافيه. واللي مسجون يا ربي لما تطلق سراحه. امين. واللي مريض يا ربي لما تشافيه. امين يا ربي. وجالسه هي كتدعي وانا جالس في واحد القنيت وما شافتنيش وكنهز كفوفي الله وتنقول يا ربي يا ربي. وبغيت نقول هذه اللقطه وما قلتها لكش الوالده، بغيت نقولها للمشاهدين الكرام. الله يرضي عليهم، دابا راهم جات من قلبي. دابا راه جات الوالده وجات عمتي الدريسيه. زيد صلاح باش يعطي التحيه، زيد وصلاح زيد احمد هنا ديروا واحد الصوره. غنقلعوا لكم ان شاء الله جلبانه وغادي نقلعوا لكم الفول وغنوريكم الطريقه ديال البطاطا كيفاش. وتابعونا ها الوالده، اعطيهم التحيه الوالده. السلام عليكم يا خواتاتي يا حباباتي يا وليداتي يا صحاباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتم على الصحه؟ الله يعمل سيدي ربي ينوركم ويحفظكم ويستركم. راني تندعي معكم من قلبي، واليوم اش قلت ولدي راني دعيت معكم مع الفجر كلكم يا المشاهدين ديالي داخل المغرب وخارج المغرب وداخل الوطن وخارج الوطن، والله يحفظكم ويستركم وينجيكم من الافات. اليوم احنا غادي نوريكم الطريقه ديال زريعه الذره، احنا باقي ما كملناش الزريعه معاكم، وغادي يوريكم حميد البطاطا ديال فرنسا اللي زرع، وغادي نقلعوا شويه الجلبانه والفول وغادي نوريكم. ها احمد معانا، احمد عطي التحيه. السلام عليكم، كي دايرين اخواتي لاباس عليكم؟ مزيانين. احنا مع الحاجه وزدي حميد وخالتي الدريسيه، غادي نوريكم الطريقه ديال الجلبانه، غنحيدوا شويه الجلبانه. معكم صلاح وزدي صلاح. قدم تحيه زدي صلاح. السلام عليكم مشاهدين قناه متتبعين قناه مربوحه، تنشكركم بزاف بزاف على تتبعكم على قناه مربوحه. دابا احنا غادي نمشيو نقلعوا الجلبانه وتابعوا معنا. السلام عليكم المشاهدين، تنسلم عليكم بزاف بزاف، عواشركم مبروكه، وهذا رمضان يدخلوا علينا وعليكم بزاف الرزق والصحه والهنا، وكنسلم عليكم بزاف داخل المغرب وخارج المغرب، وكنسلم على اي واحد، وتنسلموا على جزائر مساكن تاهما شحال هضروا معايا وشحال كتشجعونا وكتبعونا في هذه القناه ديال لحد قناه مربوحه، وعواشركم مبروكه، دخل عليكم زيد رزق وصحه ولهنا. الدول الاسلاميه كاملين كاملين والله والله الا مساكنين الا دخلوا لخاطرنا حق الله العظيم بالله كلهم كيشكركم، الجزائريين السوريين السعوديين الخليجيين الدول الاسلاميه عامه، والله الا راكم في القلب وعزاز. وتابعونا وتابعونا، احنا غادي احنا نمشيو نحيدوا شويه الجلبانه وهذا الشيء، تابعونا ان شاء الله. احنا وصلنا دابا للجلبانه، احنا غادي نقلعوا الجلبانه ان شاء الله يا سيدي ربي، ونوريكم الطريقه الاخرى ان شاء الله، وتابعونا ان شاء الله يا ربي. بسم الله. هاد الجلبانه راه فيها الماركات، ماشي غير ماركه وحده، زارعين هاد الماركه هادي مزيانه وحلوه تبارك الله. بسم الله. مازالها طريه. والفول عندنا هاد الماركه السباعي، الفول مزيان. هاو يلا صلاح جنيو الجلبانه. احنا كنحيدوا هاد الجلبانه هادي هنايا، ها هي جلبانه تبارك الله. جلبانه تبارك الله زين. بسم الله على بركه الله. دابا جلبانه غاليه غاليه، هذه الجلبانه هذه عندنا احنا هنا دابا تدير شي 200 و 240 دابا الكيلو. غاليه معاها هكا قال لك في هذه الجبال هذو ما جات شي، مع حيينا مع ولاد جامع مع داك الشيء ضربت هذا العام ما جات، ضربتها السمراء. جلبانه غاليه غاليه من الجلبان. يلا صلاح قلعتي شي حاجه ولا والو؟ شويه داكشي اللي غالي قلعتي ياكلها. يلا عنود عنود عاودني القنفوده. وا صالح عنود عنود عاودني القنفوده. يلا دابا صلاح ودني كي القنفوده. عنود عنود هاك صلاح عاودني القنفوده. عنود عنود حتى نكونوا تنقلعوا الجلبانه ولا تنقلعوا تنبقاو نقولوا للدراري عنود عنود باش يتعندوا يقلعوا. انتوما قلعوا جلبانه وانا غنقلع الفول، هذا راه الفول السباعي تبارك الله. الا معاك شويه الفول غنحيدوا الجلبانه هذه حيده صالح هذه زان ديك الرغيعه.
والدة تبارك الله هذا العام. لا والدة هذا جيت ولاد جامع مع هذا الشيء ما جاتش كاع. داك ضربتها السمراء. حلوة زدي صلاحها. ضربتها السمراء قالت ما جاتش. واسي أحمد. أه. إيوا قلع. نقلبوها هكا باش تكون هي تكون. دابا الجلبانة تنشدوا لها الخدامة غالية، راه 600 800 الخنشة باش تيقلعوها. القلع ديالها صعيب. هي صعيبة في الجنيان. هي صعيبة في الجنيان. الخنشه فيها تقريبا 30 كيلو 30 32 إيه؟ كتعطي حتى 34 كيلو 34 اللي كتعطي الخنشه وكيديروها في داك الخناشي ديال الشبكه دوك ديال الشبكه دوك الحمر باش ما كتضيعش كيبقى مهويه عليها القضيه و... تهزها هكا العرش بحال هكا ها 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 هي جلبانه دابا تتبان لك وقيلا هي الغاليه في الخضر الحاجه هي راها 200 240 الكيلو هاد العام غالية حيت تبارك الله غالية هذيك النواحي ولاد الجامع والنواحي ضربتها السمراء لحقاش هي كتجي زوينة في الطاجين هي إيوا هي طاجين واحد كاع في الطاجين دابا ندير لهم إن شاء الله الطاجين بها بلا مرقة هي الرقم واحد إن شاء الله إن شاء الله تبارك الله كي جات هاد العام واخا درنا غير شوية قلعوا الفول يلاه صالح قلعتي شي حاجة شو تبارك الله قداش الفول جا ها الفول تبارك الله صالح هذا المركز السباعي صالح هذا العام يصدق عندنا هنايا احمد هكا ولدي هاتي ياكلها جا حلو احمد هكا ولدي هاك شنو ديروا هنا يلا عمرتو احنا عمرناه يلا زدي صالح انت ها خي ها جلبانه ها الفول اللي لا غديروا شي عشاء من برا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الوالد راه الوالد راه جاب اللحم قال لهم هبطوا قلعوا شويه الخضره راك خضروا لنا بالفول والجلبانه الفول والجلبانه كان في كنحيد الجلبانه كنحيد الفول كنحيد كل شيء دابا ملي كتكون واجده عند قدور ايوا دابا ملي وجدت جيت انا ندي شويه الخضره قال لك غنقلعوا كبر بشي اليوم انا نقلع معاكم شويه هذا هو التحريف ديال البصله اللي قلت لكم انت دير الكباله زري عاد البصله هي هذه ها هي هو تيبقى تيدير الكباله ها سفيان هو بقى تيدير الكباله هذيك الزريعه الكحله اللي وريتكم هي هذه ها هي ها هي تتكبر ها ديال النقله ديال النقله ديال البصله ها هي تدير الكباله ها دابا حيت غتخرج كلها وتحل غادي نخليوها حتى تيبس وتنبقاو نقلعوا غير هاد غير هاد الكباله هذه وتنديوها تندقوها ولا تيدوها في الخناشي تيدوز عليها التراكتور وتيسيروها وتيغسلوها غادي نمشيو نوريكم بطاطا الفرنساويه عاوتاني راه كاينه القدام هذه هي بطاطا الفرنساويه هذه البطاطا الفرنساويه جات غاليه هذا العام هذه الماركه سميتها الريدوف شريناها ب 40000 القنطار كدير باش شريناها كتجي من فرنسا وكنجيبوها كنقبطوا منها الزريعه لحقاش كتزرع ثلاثه الخطرات في العام كنشدوها وكنقبطوا منها الزريعه باش كتولي تعاود عاوتاني هذه هي بطاطا الفرنساويه دورا سوفيان نوري المشاهدين الكرام بطاطا كيفاش دايره تيقولها الريدوف هذه الماركه الريدوف وهذه وريما ولدي الزريعه ديال الدرا نكملوا مع المشاهدين الزريع وهذه الدرا البلديه هذه الدرا البلديه كنعزلوها منين كتنزرعوها ان شاء الله كنعزلوها الحبات اللي مزيانين كنخليهم تنقبطوا منهم الزريعه كنحتوها بحال هكايا تشدي هكا الوالده تنحتوها بحال هكا اه هذه راه الدرا البلديه ماشي الروميه هذه الدرا قويه دابا هذه نتوى نتوى حتى تكون تتولد الدرا حتى تقفلها هذا المويض هادي كتكون حمراء هي عاطيه الكولور فيها الكولور والنتوى تتكون عاطيه تدير الدرا حتى لهذا الراس اه تتكون عامره والذكر تيقعد هذا الراس عريان ما تيتوصلوش الدرا حتى للفوق هكا كيفاش نديرو لا كنحتوها وريو دا ولدي المشاهدين كيفاش كنبغيو نزرعوها مين كنبغيو نزرعوها طيح القادومه دي قادومه لالا ها هي ولدي انت اجي هنا سفيان هي الطريقه ديال زرع الدرا كنزرعو بحال هكا تنحفرو حفيره وكنديرو جوج الحبات جوج الحبات ثلاثه وكنزيدو شويه عاوتاني وكنحفرو حفره اخرى كنزرعوها في وسط البصله وكاين اللي كيبغي يزرعها بوحديتها كيزرع منها قطار جوج قطارات كيحرط البلاد حتى تيحرطها ويروطي البلاد مزيان ويزرع الدرا ويروطيها وتيبقى يسقي هذيك الساعات
الذره مزيانه كما كتعرفوا راه صحيه، وكانوا جدودنا شحال هذه كيديروا لنا، تيديروا الخبز بالذره ياك الوالده؟ اه تنديروا الخبز بالذره، تنديروا البلبوله بالحليب، تنديروا الذره صحيه، تنعلفوها الكسيبات، الذره صحيه كلشي تيبغيها كلشي. وحتى اللي بعدها شي جريده وبغات تزرع واحد سته الكبالات ولا سبعه تسلقهم ولا تشويهم ولا كدورها غير مع الجناب، دور معها مع الجناب وتعود حبه جوج ديال الحفيره ودير حبه جوج وكتكبر. هي راه فيها الفيتامينيه. واحد اللقطه نسينا هذاك النهاريات، حيت زرعنا القصبور وزرعنا المعدنوس، الله يعطيكم الستر يا المشاهدين، حيت زرعوا القصبور ولا ميقامه ولا سقيو هذيك الساعه. اجا احمد بحالتك. حيت تعودوا تزرعوا القصبور والمعدنوس والكرافس سقيوهم ديك الساعه، ديروا لهم الماء يتسقاو. ومن تما ثلاث ايام ربع ايام سقيوهم، ثلاث ايام ربع ايام سقيوهم حتى تتكبر. ايوا هو هذا. بالسلامة عليكم المشاهدين، وسمحوا لنا وراكم عزاز علينا، راه غا الوالده وعمتي الدريسيه راه عزيزه علينا بزاف، حتى هي عزيزه علينا حتى هي بزاف. وجاو داروا كاسكروت وقال لك يلا نوريو المشاهدين الكرام كيفاش الطريقه ديال نقلعوا لهم الفول الجلبانه، نوريهم طريقه البطاطا ونوريهم نكملوا لهم الزريعه ديال الوالده. جيب هنا زرعنا لكم الذره كما تدار زريع الذره. عمتي راه عزيزه علينا، راه عزيزه علينا حتى هي، راه بحال الوالده. الله يخليك اولدي، الله يخطيك، الله يطول عمركم. وهذا معنا صلاح وحماد، زيدوا صلاح هنايا، اعطيو التحيه وقولوا للمشاهدين الله يهنيكم. الله يهنيكم ومبروك عواشركم. الله يهنيكم، سمحوا لنا بزاف. على خير وبخير. يعطيكم التحيه بزاف 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 للمشاهدين داخل المغرب وخارج المغرب، وراكم عزاز وغاليين، عزاز وغاليين بزاف بزاف للمشاهدين ديال قناه مربوحه، راهم عزاز 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 بزاف كاع. عواشركم والجزائر وكلشي. دخل عليكم رمضان بزايد الرزق وبالصحه والهنا نتوما وليداتكم وليدات المسلمين الجميع. السلامه عليكم يا المشاهدين، الله يحفظكم ويستركم وينجيكم من الافات. وشكرا شكرا بزاف على التعاليق وعلى المتابعه اللي تابعنا، الله يحفظكم ويستركم وينجيكم من الافات، والله يحفظكم والله ينور طريقكم، الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم. وهذا صالح مسكين راه ميت باه، خلاه مسكين غيتيم هو وثلاثه د الوليدات اخرين رباتهم امهم، الله يرضي عليه. وراني دار معاك لافود كان تيرضى عليك البقره تاع الوالده. ايوا الله يهنيه، كان باقي صغير مسكين. وبالسلامه عليكم، الله يهنيكم.